حياكم الله أحبتي مشاهدي القناة العراقية الرياضية، وأهلا وسهلا بكم معنا في هذه التغطية الخاصة التي سنتحدث من خلالها حول موضوع النقل التلفزيوني والمشاكل والتداعيات حول هذا الموضوع. بداية دعوني أعزي الوسط الرياضي والوسط الكروي برحيل الكابتن القدير عبد الكريم سلمان أثر مضاعفات فيروس كورونا اللعين، يعني خسارة جديدة للمجتمع العراقي والوسط الرياضي برحيل أحد الأسماء المهمة تدريبياً والمهمة إنسانياً، هذا الإنسان الخلوق والمدرب الكبير والراقي بأخلاقه وإنسانيته وتعامله، وكل الوسط الرياضي يجمع على هذه الأمور. الرحمة والغفران لروح عبد الكريم سلمان، وإن شاء الله تكون يعني هذه آخر خساراتنا كمجتمع عراقي ووسط رياضي بعد خسارات عديدة تلقيناها أثر هذا الفيروس اللعين، الأمر الذي يدعونا إلى التراحم والتآصر وبيننا والتوحد أكثر، يعني يكون إنه موعظة في المستقبل، لأن فيروس كورونا ترك دروس عديدة للبشرية جمعاء، وإن كمجتمع عراقي بأن نتوحد ونترك الركض وراء المصالح الشخصية والأمور الدنيوية، لأن أثبت اليوم هذا الأمر أنه كل شيء هو زائل ولا يبقى من الإنسان سوى ذكراه الطيب وعمله وأعماله الصالحة. دعوني أرحب بضيوفي في استوديو القناة العراقية الرياضية، المدرب الكروي الكابتن فريد مجيد. مرحبا بك كابتن. أهلا وسهلا بك سعيد. والصحفي الرياضي الزميل خيام الخزرجي، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك زميلي. طبعا أكيد بالبداية أفسح لكم المجال لاستذكار الراحل وطلب المغفرة والرحمة لروح الكابتن عبد الكريم سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أعزي نفسي وأعزيكم وأعزي كل الوسط الرياضي بوفاة الأخ الحبيب الإنسان الراقي مثل ما تفضلت الكابتن كريم سلمان، اللي صراحة عندنا ذكريات جميلة معه باعتبار أنه أستاذ خيام يعرف أنه أشرف عليه في مجال التدريب، وهذا الإنسان مو فقط أنه على الجانب الرياضي حتى على الجانب الإنساني خسرنا هاي الطاقات والخامات حقيقة اللي قاعد نخسرها يوم بعد يوم. والمشكلة أنه كل الوسط والمعارك مثل ما نشوف على الرياضة انه ما قاعد يصير عندنا اي درس، وما قاعد الانسان يتعظ من هاي المواضيع. يعني صراحه حتى بوفاه الكباتن علي هادي واحمد راضي وناظم شاكر والبقيه الرياضيين، كل الناس اللي فقدناهم يعني تحس انه يوم بعد يوم وكانما تعيد الحياه الوضعها الطبيعي، والمعارك والمصالح الشخصيه اللي هي دائما تضغى. فاتمنى من رب العالمين انه يصبر اهله صبر وسلوان الى عائلته الى ابنائه. يعني صراحه انه بنته يعني صراحه يعني اليوم اي رياضه واي شخص اي مواطن عراقي يشوف هذه الحاله وهذا الموقف اعتقد يعني فالشيء يعني صعب على كل الرياضيين العراقيين، فاتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يسكنه فسيح جناته. امين يا رب. محمد يعني بصراحه الكلمات من اريد استذكر كابتن كريم، يعني انا من البارحه واليوم من اجانا الخبر والله العظيم ما مصدقين، ثق بالله ما مصدقين. يعني ابو ديما يعني ايقونه مال الانسانيه. بالله. ايقونه الانسانيه اللي ما يعرف ابو ديما، يعني انا من البارحه واليوم والله العظيم ما نقدر، يعني المواقف اللي مرت ويا الكابتن كريم سلمان اثناء عملنا مع نادي الطلبه يعني مواقف لا تعد ولا تحصى من المواقف والطيبه والانسانيه والكاريزما اللي يمتلكها الكابتن فريد، يمكن عمل وياه ويعرفه شنو هو نقاء قلبه. يعني سبحان الله، يعني البارحه يعني من شاهدت بالليل من شاهدت الموقف والجنازه من دخلت ملعب الكرخان ما مصدق انه هل هذا التابوت الكابتن كريم سلمان. للاسف يعني اتمنى انه الله يرحم، يعني هذا الفيروس ما ادري وين يعني الى متى، يعني من فالح عوده الى المرحوم علي هادي الى الكابتن ناظم احمد راضي والان كريم سلمان، يعني ما ادري من القادم، يعني ربما نحن يعني ما اعرف بالفعل. يعني انا لله وانا اليه راجعون. اعزي نفسي واعزي جميع الجماهير الرياضيه واعزي العائله الفقيد، يعني ما اقول لا حول ولا قوه الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون. ان شاء الله يا رب تكون يعني هذه اخر خساراتنا كمجتمع عراقي، ومثل ما ذكرت كوسط رياضي يعني ضربات متتاليه موجعه بخساره عديد من النجوم والاساطير للكره العراقيه، يوم بعد يوم يعني نتلقى هذه الاخبار وفي خضم مشاكل اخرى اللي نعيشها في مجتمعنا. لكن يعني ما بيدينا انه غير انه نطلب الرحمه والمغفره من رب العالمين الكابتن عبد الكريم سلمان ولكل العراقيين
لرحلة وفارقة الحياة جراء هذا الفيروس اللعين. طبعا محور حديثنا لهذا اليوم في هذه التغطية هو مشكلة يعيشها الجميع، يعرفها يعني الوسط الرياضي، خصوصا المتضرر الأكبر منها هو الجماهير الكروية اللي تعاني من موضوع نقل الدوري، اللي كانت معتادة لسنين طويلة أن تتابع مباراة الدوري العراقي من على شاشة العراقية الرياضية كونها القناة الوحيدة الرياضية المتخصصة في العراق، وعودتهم من خلال الاستوديوهات التحليلية والبرامج المرافقة للدوري والأمور، أي أمور تتعلق بالدوري هو نشاهدوها على العراقية الرياضية. لكن في هذا الموسم يعني ممكن عانينا في مواسم سابقة جراء موضوع النقل، لأن نعاني في بصورة عامة من أزمة اقتصادية كانت على سنين طويلة في البلد، دخلنا في حروب وأمور يعني، لكن مع ذلك بقى الدوري مستمر وبقت الجماهير التابعة من خلال العراقية الرياضية. اليوم الأمر أصبح صعب والجماهير متضررة تتابع، وفوق هذا كله الجماهير ما تقدر تحضر الملعب، يعني في بعض المواسم إذا ماكو نقل تلفزيوني الجمهور يقدر يدخل الملعب، لكن الآن لا يدخل الملعب والمباريات مو كلها منقولة، ويوم يعني نعيش حالة تشتت في عملية النقل، يوم بالعراقية يوم في قنوات أخرى، ومهما كانت يعني مع احترامي الكامل لكل القنوات ومساعيها في نقل مباراة الدوري، لكن مهما كانت القناة وحجمها ما راح تقدر تغطي الدوري مثل تغطية العراقية الرياضية بتواضع إمكانياتنا. لكن مثل ما ذكرت احنا قناة رياضية الوحيدة متخصصة في العراق، لذلك النقل يكون بطعم آخر عندنا. حتى يكون في صلب هذا الموضوع خلينا نتابع هذا الاستطلاع لأوساط الرياضية والإعلامية في مدينة أربيل أجراه الزميل عروة عامر، ونرجع وياكم الحديث مع الضيوف الكرام. قناة العراقية هي قناة مثل ما يقولون قناة الوطن، هي القناة الراعية الأولى يعني من ناحية المشاهدات، من ناحية قناة مختصة. إيه، فأتصور يعني هذا المبلغ العالي اللي مطلوب ما يناسب يعني إمكانية الدوري العراقي. لا يناسب إمكانية ولا البلد يتحمل، إحنا في أزمة اقتصادية. فأنا أداعي التطبيعية اللي هي الراعي الرسمي يعني لكرة القدم حاليا، إنه تنظر للأمور بمنظور وطني أكثر ما احترافي. من ناحية النقل التلفزيوني اليوم أنت من تنظرون منو اللي مقصر في هذا الجانب؟ الجانب شوف أنت تعرف كم سعر المباراة؟ لا دفترين 20 ورقة كل لعبة كل لعبة. هذا شوف الأول شيء الاتحاد الجديد اللي هي الطبيعية هو الوحيد، هم يعني مسؤول على هذا الشيء. أنت قبل الاتحاد السابق أنا كنت ألعب دوري عراقي ما في هذا المشكلة، وهاي السنة أنا فرحان كل شفت يعني القرعة ونقل التلفزيون كل شيء موجود، بعدين شفنا لعبة لعبتين ماكو أكو ماكو، هذا الشيء معيب الدوري العراقي. والفلوس هو أكيد كل شوية على المبلغ، أنت لعبة شتين ونص يعني مبلغ كبير. من يتحمل المسؤولية؟ التعاقد مع الشركة للنقل الاول واول واخير هذا الشخص يعني التطبيعيه هي اللي تعاقدت مع شركه اكيد هم يتحملون 100% التطبيعيه يتحملون 100%. خصوصا انه احنا نمر بازمه ماليه ازمه اقتصاديه بالعراق صح. انت تشوف حقوق الموظفين يعني صعوبه ينطي للموظفين، واللعبه اذا شتين ونص يعني هذا مبلغ كبير جدا جدا، وان شاء الله الهيئه الطبيعيه يعني يمرون بشيء احترافي، وإذا نقل التلفزيون في هذا المشكلة لازم ينحلوا هم. شوف الدوري العراقي مسؤول أول وأخير هي الطبيعية، لازم يحلل هذا المشكلة، والجماهير منتظر. الدوري العراقي كل لعبة في جماهير، أندية جماهيرية موجود، وإذا الدوري العراقي بدون جمهور ماكو شيء. أول شيء أهلا وسهلا بك والحمد لله شفتك يا تطبيقية يا تطبيقية، يعني عراقي رياضي مو زينة، استوديو موجود، برنامج حكام موجود، نقل مباشر حتى برمضان، بعد تريدون فلوس من عندهم والله عيب عيب. هاي العراقي الرياضيه عراقيه الوطن، تريدون فلوس من والله عيب. مفروض يسوون تاج كتاب شكر تقدير، من مسويها يا قناه مسوي اكو العاب اسمه عروس الالعاب، العاب القوه، العراقيه الرياضيه عروس القنوات، عروس القنوات تبقين بالقلب. احنا الجمهور اليوم انتم كجماهير نعم، يعني مثلا مباريات فريق اربيل ممنوع الجمهور، رؤساء الروابط في كل العراق قرروا انه الجوله السابعه انه يدخلون للملعب، هنا شنو قرار الجمهور؟ والله هذا افتهمناه من التطبيقيه على اساس الجمهور يفوت. تطبيقيه لا تطبيعيه. تطبيقيه، المهم نسميها الاتحاد الحالي. زين اللي يزعلون علينا. كاف يا عاد احنا نريد نشوف الرياضه والكره القدم هي الهواء مالنا، النفس مالنا. كورونا مشوا يعني كورونا. الراحة والله يرحمه الموجودين البركة كله يأثر على المنتخب. كابتن أنا هاي حرقة بقلبي،
كلها تاثر على المنتخب، النقل وحضور الجماهير. اللاعب شو يقدم اذا حضور جماهيري ماكو واذا نقل ماكو؟ شو يقدم اللاعب؟ شو يقدم؟ اقول كافي عاد، كافي عاد الاتحاد الحالي، كافي. انا مسؤول على هاي الامور انتم كجماهير خصوص شنو كابتن؟ خصوص النقل التلفزيوني وخصوص عدم نقل مباريات، مثلا كمثال اليوم فريق اربيل مباراته ما منقوله. ما منقوله غير القرار صادر من بغداد، رايدين فلوس من العراقيه الرياضيه. والله ذاك اليوم شفت لعبه مال الدوري، والله ما شفتها، ما حبيتها، الكاميرا تعبانه، النقل مع جمهور ما احترامات القنوات يزعلون علينا، هم اخواننا بس التصوير. انت الخبز الخبازه، انت الخبز الخبازه، وتبقين بالقلب العراقي الرياضيه، تبقين بالقلب. كنالك كوا يعني كان بقوازيتو يجب على شركة الناقلة أن تصل إلى اتفاقية مع قناة معينة. هذا الأمر سبب فوضى عارمة، خصوصا بعد قرار عدم دخول الجماهير. على الهيئة التطبيعية المشرفة أن تعيد النظر في موقفها هذا. شركة الأضواء تطالب بأموال عالية للنقل التلفزيوني، طلبنا منهم السماح لنا بعمل تقرير، والمبلغ المطلوب كان $6,000 للتقرير الواحد، لذلك رفضنا هذا العرض. الهيئة التطبيعية هي السبب بما يجري، وهذا يؤثر سلبا على الدوري العراقي. الطريقة الوحيدة لمشاهدة المباريات هي القنوات الفضائية، وهذا الأمر غير متوفر حاليا، وأثر على اللاعبين وسيؤثر على المنتخب الوطني. الهيئة التطبيعية هي التي تتحمل هذه الفوضى في النقل التلفزيوني لأنها المسؤولة الأولى عن دوري كرة القدم. في السنوات السابقة كان الأمر أكثر استقرارا، أما الآن لا نعرف مع من نتعامل. كان على الهيئة التطبيعية التعامل بقدر المسؤولية لكي لا تتم هذه الفوضى ولكي تسير الأمور بشكل طبيعي. تكلفة نقل المباراة عالية جدا، ولذلك من غير الممكن شراء حقوق الدوري، خصوصا وأن العراق يمر بوضع اقتصادي منهار أو متدهور. إذن أحبتي المشاهدين، استياء واضح من الأوساط الإعلامية مو فقط الجماهير. يعني ذكر الأخ الإعلامي من محافظة أربيل أنه طلبوا للتقرير الواحد $6,000، ممكن في سنين سابقة كان أقل من سعر المباراة الواحدة اللي تنقل يعني من قبل القنوات. أنت تطلب من قناة $6,000 على تقرير واحد، يعني هو ممكن ما يتجاوز الدقيقتين. إذن يعني هو إجماع بموضوع الاستياء من عدم نقل الدوري والمشاكل بخصوص المغالاة والمبالغة في سعر المباريات وسعر حقوق النقل التلفزيوني، خصوصا أنه العالم أجمع يعيش أزمة اقتصادية يعني جراء هذا الفيروس اللي يعني العالم جلست في منازلها لمدة أشهر. أندية مثل برشلونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد اللي معروف عليها الأندية الأغلى أو العشر أندية الأغنى في العالم، طلبت من لاعبيها وكوادرها التدريبية أنه يتنازلون عن جزء من مبالغ رواتبهم وعقودهم. إذا يعني احنا بالعراق واحنا نعيش فترة انه رواتب الموظفين ماكو، فالمفروض هذا الامر يؤخذ بنظر الاعتبار. نتعاون كنا في موضوع الأزمة الاقتصادية. طبعا كابتن فريد، يعني من جانب فني اريد اسألك، يعني كونك مدرب وتعمل في احد الأندية الناشطة في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اليوم ممكن في اي مباراة تريد تخوضوها قبل هذا الامر يجلس الكادر التدريبي يريد يتابع المنافس مالته، واليوم المتابعة يعني مو مضمونة، ممكن مباراة المنافس ما منقولة، كيف راح تتابعون هذا الأمر؟ ما يشكل فد عقبة أمامكم كفريق؟ طبعا بالبداية تحياتي لكل الأخوان اللي تكلموا، وحق مشروع يعني الجمهور العراقي والمتابع الرياضي أن يشاهد مباراته، خصوصا من قناة العراقية قناة الوطن، باعتبار هي القناة اللي تعودنا أن تنقل كل مباريات الدوري العراقي. ومن منظور ثاني هو الجانب الفني، باعتبار انه دائما الفريق المنافس، ما نقول الخصم، انه دائما انت ما تتابع من خلال القنوات الناقله للمباريات، انه تتابع وتعرف نقاط القوه والضعف وتشكل نقاط على الفريق المنافس. ممكن قبل فتره هذا كان معمول بي، يعني باعتبار القناه العراقيه الرياضيه تدري الدوريات السابقه كانت تنقل، لكن انت تعرف يعني يمكن الازمه اللي صارت على الوضع البلد، وحق مشروع ان العراقيه الرياضيه باعتبار انا باعتبار كوجهه نظري هي قناه الام وقناه الرياضيه العراقيه اللي دائما ما تنقل الدوري العراقي. لكن اليوم احنا لا نذب اللوم بس على التطبيعي استاذ، صراحه ان اليوم البزنس والعمل بالخطوات السليمه باتجاه الصحيح نحو الامام هذا شيء شكل ايجابي. ممكن الفتره استاذ علي، الفتره باعتبار انه فتره تعرف المشاكل الماليه،
الوضع الاقتصادي بالبلد. اليوم انت بنشاهد رئيس الوزراء انه يزور المنتخب الوطني، كان يقدر انه يحل هاي هذا الامر باعتبار انت زرت وشاهدت، باعتبار هي هاي قناه الوطن، وانت تعرف انه الهيئه التطبيعيه تعاني من الامور الماليه، لذلك يردون يحتاجون سبونسر مردود مالي لهم، فيحتاج انه من خلال القنوات، من خلال التعاقدات. لكن انت نشوف انه الجمهور يطالب انه دائما القناه العراقيه اللي هي تنقل، واحنا بدورنا كفنيين يعني انت من مشاهد الفريق المنافس لك مره او مرتين ينعرض عليك الكاسيت او مباراه انه ممكن تنقل مره وتسجلها، وانت بعد ككادر تدريبي تقدر، قلت لك وان الشخص نقاط القوه والضعف من خلال المباراه الناقله، لذلك انت هنا اريحيه لك. ونفس الشيء بالنسبه للفريق المنافس اني شاهدك انت المباراه، انا اعتقد حتى البنيه التحتيه بالنسبه للدوري العراقي رغم انه عندنا ملاحظات على بعض البنيه التحتيه للملاعب يمكن يوافقني الراي، بدات الان الواقع الرياضي ينهض، صار فتره انه احنا من زمني احنا ما كنا نلعب صراحه استاذ علي، احنا ما كنا نلعب مثل ملعب البصره وملعب الشعب هذه الجماليه وهي. اليوم احنا نشاهد هذا ينطيك مردود عالم الفني، بعدين النقل التلفزيوني حاله صحيه للاعب، اللاعب اليوم تعرف عرض وطلب، يعني انت اليوم من خلال التلفزيون، من خلال قناة العراقية الرياضية، من خلال قناة عربية، انت شاهده ممكن يصير عند عليه طلب، هذا الطلب ممكن يكون عندنا لاعبين محترفين على مستوى عالي، راح ينطي مردود العالي علي من؟ على المنتخب الوطني. انت اليوم كل هاي الملاحظات وهاي المشاكل، انا اعتقد كوجهة نظري وانا مو مختص، انا رجل فني لا سياسي ولا اعمل في مجال التطبيق، انا سألتك من جانب فني انه تتابع مباريات، بالضبط من جانب فني انه احتاج انه قناة ناقلة على الأقل المباراة اللي تنقل أقدر أسجلها، هذا بعد يبقى شغلي أو الناس العاملين معاي بالجهاز الفني أكيد أكو ستاف بالضبط، بس إحنا خل نصير بعد أوضح وصريحين، إحنا لحد هاي اللحظة في كل المجالات ما نعيش حالة احترافية على مستوى، لذلك بالضبط أنا أردت عفوا كابتن فريد أردت أذكر إنه إحنا من المفترض أن نمر بفترة تدرج في عملية التطور والوصول إلى الاحترافية، أنا ما من الممكن اليوم أني يعني اجي بالعراق اريد اطبق الخطوه رقم 10 واني افوت 9 خطوات. انا اتفق معك بالضبط، اليوم انت اذا تريد تعيش حاله من الاحترافيه عليك ستيب باي ستيب، يعني بالضبط. انت تصعد باي باي، يعني ما ممكن انت اليوم على قولتك استاذ انت تجي بالبايه الاولى تنطلق الى باي 15، هذا ما ممكن حتى على مستوى العالم. اليوم انت منتظر على المستوى الفني اليابان وغيره، على مستوى اسيا نحكي باعتبار انه الناس القريبين علينا. نعم. اليوم من بدا التطور تخلي استراتيجيه وتخطيط لمدى بعيد، يعني من نال 10 سنوات يخططون انه ياخذون اسيا مثل ما صار في قطر وكسبوا كاس اسيا، لذلك يحتاج انه التخطيط مع مراعاه الظروف اللي موجوده بالبلد. احنا نتفق الجميع العفو البلد يعيش وباء كورونا، مشاكل اقتصاديه، مشاكل ماليه، مشاكل صحيه، الرياضه مالتنا لحد هذه اللحظه نعيش في هوايه وليس باحترافيه، يحتاج انه التدخل الحكومي ما بين التطبيعيه والقناه العراقيه الرياضيه. طبيعي جدا هذا الاتفاق او السيد رئيس الوزراء اني انا صراحه اثلج قلبي صراحه في زيارته للمنتخب الوطني، انا اعتقد انه يصر بالتدخل السريع لنقل كل ما موجود من الشركة باتجاه القناة العراقية الرياضية. اليوم الهيئة التطبيعية تقول لك أنا أتعامل باحترافية سبونسر أو البزنس، اليوم أنا أريد مردود مالي، اليوم الدولة مو داعمتني، لذلك العمل الاحترافي مو معيب. يعني هاي النقطة يعني ممكن هي تعتبر سلاح ذو حدين بالنسبة لهم، يعني هم يعيشون معاناتنا اللي احنا نعيشها، يعني الدولة حاليا كثير من المجالات هملت دعمها لأزمة اقتصادية، احنا يعني مجمعين على هذا الموضوع. أنا دا أمر بنفس الأزمة اللي أنت تمر بيها، كيف اليوم تجي تفرض علي موضوع أنه أنا لازم يعني أوفر لك أموال وبموالغ طائلة وأنا قاعد أعيش نفس الأزمة اللي تتعاني منها؟ أنت ممكن فسح لك مجال عملك أنه تحصل من سبونسر من شركة راعية هاي الفلوس، أنا قناة حكومية ملزمة بكثير من القيود وكثير من المعرقلات حتى أقدر أحصل الأموال. طبعا خيام يعني موضوع التدرج في موضوع العمل باحترافية انه لازم اراعي الظروف اللي اعيش بها حاليا مجتمعنا العراقي، واحنا كقناه حكوميه لازم تكون اكو فد خصوصيه بالتعامل معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد احنا قبل لا ننتقد، يعني كل انتقاداتنا
مو على شخص يعني قد توصل هاي الرساله يعني الى مؤسسات والنظام الاداري اللي بالعراق بالضبط. اللي المربي انا مستحيل اذكر اسم يعني ما لي علاقه احنا بكل الاحوال تعرف احنا بالايام السابقه قد انتقدنا من خلال النقل التلفزيوني وتاخير النقل التلفزيوني والازمه الاخيره اللي حدثت بين شبكه الاعلام وبين التطبيعيه ودخول شركه الاضواء اللي اجتي ودخلت واخذت تسويق المباريات الدوري. هذا كله حدث في فتره زمنيه يعني قصيره مثل ما نقول. احنا اذا نريد نحكي من الفترات السابقه والظروف اللي مرينا بيها من خلال الايام السنوات السابقه والمواسم السابقه شفنا الدوري شلون مشى في ظل ظروف طبيعيه. نعم حاليا الظروف احنا الاخوان باللجنة التطبيعيه تحياتنا لهم، نعم خطوات عندهم خطوات جيده خطوات احترافيه، لكن هنالك مرات مصلحه البلد تتطلب انه نتنازل عن بعض الامور. نعم التسويق التلفزيوني والمردود المادي هذا نوع من انواع الاحتراف، وحتى يعني حتى الانديه هم جزء من هذه القضيه. يعني الانديه انه دائما انت ما تريد تحكي للاخوان باللجنه التطبيعيه يقول لك هاي حقوق النقل التلفزيوني نعطيها للاجور حكام، زين حقوق النقل التلفزيوني مال الانديه وين هاي السنوات وهاي السنه وينها بالتحديد؟ في كل العالم يعني الانديه تحصل زين. الانديه ليش ما خليتهم يشاركون بالمفاوضات اللي صارت؟ رغم انه علينا اكثر من ملاحظه، يعني انا مسجل اكثر من ملاحظه حتى طبيعيه بالطريقه اللي رست عليها العطاءات الى شركه اضواء. نعم شركه اضواء من حقها شركه بزنس يعني تعمل وتريد هدفها هو الربح. موضوع البزنس انا عندي ملاحظه هدف الربح المادي يعني. لكن يعني انتم يا الاخوان باللجنه التطبيعيه شنو بعيدا عن الاموال يمكن نتنازل عن جزء 10% 20% اذا كانت للشبكه، لكن الاخوان هسه خلينا نتحدث يقولون الشبكه كل ما انا حتى اليوم يعني كان عندي حديث مع بعض الاخوه يعني العاملين في التطبيعيه كان يقولون العراقيين يريدون ياخذوه بلاش الشبكه يريدون ياخذوه بلاش. الدليل قلت ما بس اسمح لي بهاي الجزئيه حتى اوضح للناس تسمعنا دليل لو اريد ناخذه بلاش اعرف ماني ادري كان تعاملنا معامله القنوات الاخرى خلينا وافقنا على نقل هذه الجوله. احنا كلنا نعرف موقف سليم بس قانوني. اسمح لي احنا نعرف الروتين بالدوله العراقيه وبدوائر الدوله العراقيه. احنا من افتح عطاء قبل اسبوع 10 ايام من انطلاق الدوري وخليت شبكه الاعلام العراقي في موقف محرج، واحنا نعرف كل التداعيات والنظام الاداري اللي موجود. بس دخلت بموضوع جدا مهم، راح اسالك سؤال يعني استحلفك بالله تكون امين بالاجابه وانت اهل للامانه الموضوع. انا للامانه للامانه يعني. انا اليوم مواطن عراقي نعم. عندي معامله في اي دائره عراقيه تخلص باسبوع؟ والله شهر ما تخلص. انا هسه مستعد هسه هو هاي النقطه بس اسمح لي اتحدى اكبر واحد اذا ابدل الباج مالتي الهويه مال العراقيه يحتاج اسبوع وصلت الفكره وصلت أو الفكره اقل كم يوم. تتذكر بعد قرعه الدوري انه قال حددوا كابتن فريد حتى من ضمنهم نادي الطلبه ونادي الكهرباء وبقيه الانديه طالبوا ياجلون الدوري خمس ايام نعم. او اسبوع من اجل اكمال الاعداد لان فتره الاعداد قصيره. قبل شهر حددوا موعد 25/10 لانطلاق الدوري 25/9 و25/10 لموعد انطلاق الدوري، لكن التطبيعيه كانت رافضه. زين انتم هاي خلال فتره من 30 يوم الى 40 يوم ليش ما فتحتوا عطاءات وليش ما خليت تدخل جميع الشركات وكان اكو مجال انه تدخل الشبكه؟ ممكن يجيهم عرض اكبر حتى من الاضواء اذا فتحوا العطاءات بوقت مناسب ووقت يعني زين الشركه الحكوميه ممكن ترتب زين ما يخالف. هسه شركه مع جل الاحترام والتقدير لكل القنوات ومجهوده يعني جهودهم جدا مشكوره بنقل المباريات الادوار السته الماضيه نعم. لكن خلينا نتحدث بواقعيه. خلينا احنا انه انا قاعد هسه بالعراقيه الرياضيه اعطيني غير قناه بالعراق عندها امكانيه تنقل اربع خمس مباريات في وقت واحد غير قنوات الشبكه، اعطيني اي قناه. انا ما اقدر اجاوب وامدح اظل امدح لان انا لا احنا ما اريد انا بعيدا عن المدح. نعم هنالك ملاحظات بنفس الوقت عندي ملاحظات يعني هسه قاعد بس هناك حتى الملاحظات اللي على العراقيه الرياضيه وعلى الشبكه ربما في الفتره الاخيره خلينا نتحدث بصراحه نعم. صارت تعامل بردات الفعل هنا. نعم هنالك بعض الملاحظات سجلناها على خلال الفترة الماضية على الأخوة اللي موجودين بالقناة والمسؤولين على الشبكة ومسؤولين بالقناة نعم. لكن مو بها ليش وصلنا لهذه ردات الفعل؟ لأن كان المقابلة مثل ما يقولون القضية الأساسية أكو فالتحسس من الشبكة ومن الرياضية العراقية بالتحديد من قبل الأخوة بالتطبيعية وهذا الأمر واضح للعيان.
نعم من حق الاحتراف، لكن هنالك قضية مهمة يعني للأسف الأخوة بالتطبيعية ما أخذوها. خلحت أتكلم بحادثة رغم أنه أخذت من وقت كابتن فريد. حادثة حدثت قبل سنوات، البي أن سبورت أخذت الدوري الأردني قبل سنوات عدة مواسم. في إحدى المرات نقلت البي أن سبورت يعني الاتحاد الأردني اطلع حقوق النقل التلفزيوني البي أن سبورت مباراة الوحدات والفيصلي، وكنا نعرف الحجم الجماهيري لهاي الفريقين بالأردني اللي عايشي. خلال النقل التلفزيوني المعلق اللي كان خلال المباراة النقل المباشر تكلم بمعلومة قالت انه اليوم الأردن عايشة في الساحة الهاشمية، انه هنالك مظاهرات واحتجاجات. سمعها الملك بنفس اللحظة شال تليفون قال هذا يمس أمن دولة، اكيد سمعة الدولة سمعة البلد. قال هسه تلغون العقد، قال اكو حقوق واكو واجبات اذا نلغي، قال احنا مستعدين. اذا بعد تفكير وين يعني، انا هاي الرسالة اللي اريد اوصلها للسيد الكاظمي، يعني هاي رسالة انه الدوري هو واجهة البلد. الدوري العراقي احنا للأسف حتى المسؤولين، الدوري العراقي هو واجهة البلد، واجهة العراق في ظل هذه الظروف. انه كنا البارحة شفنا يعني بجناز تشييع الكابتن كريم سلمان، شفنا احنا كرياضيين يعني احنا الوسط الرياضي للأسف يعني المسؤول ما وصلت له الفكرة الصحيحة عن الرياضيين، رغم ان نشاهد المسؤول من يفوز المنتخب نشوف سبتايتلات ونشوف احتفالات، لكن شنو اللي حصل الوسط الرياضي؟ يعني وصلنا هسه حتى مباريات ما نقدر نشوف، حتى انعكاسه مثل ما تكلم الكابتن فريد على الجانب الفني على اللاعب معنويا تأثير. يعني احنا تطورنا نعم بالسنوات الأخيرة تطورنا، حتى التطبيعية من يعني استلمت مهامها اللي هي رغم انه هي مهام معينة لكن عملوا عمل، لكن مو بهاي الصورة، مو على حساب المصلحة الوطنية ومصلحة الرياضة العراقية. اكيد طبعا كابتن فريد، يعني انا يعني اتفق مع كلامك، يعني جزء من كلامك في موضوع انه لازم نتطور، لازم يعني نستخدم الحداثة كأسلوب لحياتنا، وخصوصا في الجانب الرياضي احنا محتاجين الكثير من التطور، واكيد احنا نثني على اي خطوة ونباركها في الاتجاه الصحيح. لكن احنا يعني في ظل الإصرار على موضوع انه هذا تطور وهذا تسويق ولازم تكون الدوري في بمبالغ كبيرة حتى يكون له قيمة، انا اليوم اي مروج بضاعة او تاجر او اي انسان يعمل في هذا المجال، لما تكون عندي بضاعة لازم هاي البضاعة اقدمها بأبهى صورة حتى اقنع المقابل انه يشتريها بالسعر اللي اريده اني. اليوم دورينا يعني مع الاحترام لكل الأندية، لكن هي يعني حلقات متشابكة أدت بنا للوصول إلى هذا الأمر. اليوم واحد من الأمور اللي يعني كان مؤكد عليها الهيئة التطبيعية هو موضوع كراس الدوري وتوقيتات الدوري. اليوم هل هناك معاناة؟ يعني أنا سمعت كثير من تصريحات المدربين يتحدثون بموضوع توقيتات المباريات، وكان من المفترض حسب كلام الأخوة في الهيئة التطبيعية قبل الدورة راح يكون هناك كراس ثابت للمباريات. هل هذا الأمر تطبق؟ انت راح تاخذني بجانب ثاني. شوف لا انا قلت لك حلقات متشابكه، احنا نتحدث عن الاحترافيه والتسويق في حين اكو امور كثير احنا يعني هامليها. التسويق حاله صحيه اكيد اتفق بالضبط، وعرضك للتسويق حاله ايجابيه وجيده جدا، لكن نوب نجي النقطه الثانيه. اليوم انت من تتحدث بالاحترافيه وبالكره لا تقول لي انه طبعا بالمناسبه الهيئه التطبيعيه عندها نقاط جدا ايجابيه، مثلا مثال راح أكيد. لا خلي اجيك خاطر احنا لن ننتقص من الناس. مثلا مسابقه الدوري الاحتفاليه اللي صارت اروع ما ممكن، اجى الكل اثنى عليها، هذا جانب. الجانب الثاني انت تسوي لك الراس بدون مواعيد، يعني مثلا ما اعرف لعبتي ويا الزوراء ويا الشرطه، انا قلت التوقيتات اي هو لا اسمح لي هو انا مثلا انت من تسوي لك الراس مثلا انا اعرف راح العب ويا النفط ويا الشرطه هي ثابته الجولات معروفه، مثلا إيه؟ مثلا راح العب ويا برشلونه هو انا اعرف هاي اللعبه. انت تعطيني كراس مثلا العب انا يوم 23 مع مثلا ويا الكهرباء، يوم 28 مثلا العب ويا الزوره، يوم 30 عندي مثلا فيفا داي، هذا الاحتراف. اما احنا نتكلم بالاحتراف مجرد مفرده نستخدمها انا اعتقد تمشي على بعض الناس، علينا ما تمشي، هذا جانب. الجانب الثاني بما انه هي المشكله مردود مالي لازم الى حل، باعتبار ان القناه الرياضيه هي قناه الوطن، بما انه الهيئه التطبيعيه تريد
هاي الحالة الصحية تطورها أو تنميها بالنسبة للشارع العراقي، هذا هم جانب جيد، لكن أنه بفترات سريعة وبفترات ممكن تأثر مثل ما تفضلت أن التسويق بالشكل الإيجابي، وخصوصاً أنه التسويق على الأقل أنه يساعد بالمردود المالي، لكن أنه أنت تسأل وأنا أسأل، هل البلد يعيش في حالة مثالية في كل الجوانب سواء المادية الاقتصادية؟ وإحنا تكلمنا بهذا الجانب اليوم يحتاج مساعدة، يعني الكابتن صراحة اتكلم بنقطة جوهرية، نعم. يحتاج تدخل حكومي أكيد. غير هذا الموضوع ما يحل. ليش؟ باحتمال أنا اليوم عندي شركة، أنا أسوي كل ما عندي للتسويق على مود أكسب أكثر مبالغ مردود مالي. ليش؟ لأن أنا عندي هذا المردود المالي ممكن ما يكفي الألعاب اللي عندي أو المشاركات اللي عندي، وهي حالة إيجابية. اليوم إحنا ما نريد نحتمد على مثلا على الدولة بظل الظروف اللي موجودة، لكن مثل ما اجى السيد الكاظمي زار المنتخب الوطني واحنا شكرناه، وهذا في الشيء يعني ما معمول به سابقا صراحه، حتى من كنا احنا نلعب للامانه. اليوم يصير اجتماع مع العراقيه الرياضيه، هو يقوده السيد رئيس الوزراء مع الهيئه التطبيعيه مع وزير الشباب الكابتن عداد الدرجال. اليوم هاي الناس اللي اشتغلت وعملت، وانا اعتقد كل طرح سواء العراقيه او التطبيعيه هي اراء محترمه جدا، وكل من يريد مصلحته. بما انه هو المردود مالي، انا اقول الحل جدا سهل بالنسبه لك وجهه نظري، بس مجرد توصل الفكره باسرع وقت للمسؤول. اليوم التسويق انت من تعرض على القناه العراقيه والناس الشاهده والكل العراقيين، اليوم انت ما ممكن هسه اكو ناس مو محبه بس تتابع، يعني تدري على مستوى قاضي، على مستوى طبيب، على مستوى مهندس، اليوم من يجي ممكن وقت راحته يشاهد مباراه الدوري العراقي، يعرف ان مباراه الدوري العراقي تنقل على العراقيه الرياضيه، مع احتراماتي لكل باقي القنوات. يعني هسه انا واحد من الناس من اول ما اجي على التلفزيون اروح على العراقيه الرياضيه، اسال انه القناه العراقيه ناقله اللعبه او ما ناقله. احنا امام حقيقه، يعني المجتمع العراقي شريحه كبيره من ان كان عامل في الوسط الرياضي او هو محب ومشجع، يعني منو عراقي، منو اكو بيت عراقي ما بيه متابع للدوري العراقي او الدوري العراقي؟ والعراق كله يتنفس كره قدم، العراق كله يتنفس كره. استاذ شوف، هاي المشاكل هي طبعا هي مشاكل تراكمات ومشاكل ازليه، ممكن هسه بدت يعني الهيئه التطبيعيه تتعامل باحترافيه، باعتبار طبعا احنا بالانديه، وحتى يعني احنا خاطر لنكون صراحه هم اجوبتنا بالنسبه للهيئه التطبيعيه انه نزكيهم انه الهيئه التطبيعيه قاعد تعمل بالشكل الحقيقي والشكل الممتاز. اكو اخطاء لكل عمل مشخصة، لكل عمل هناك جانب ايجابي وجانب سلبي، لكن احنا نقول هاي الخطوات بالنسبه للهيئه التطبيعيه خطوات جباره، لكن شو وقت انت تفضلت استاذ خيام تفضل قال متى ما انه الدوله يكون عندها مردود او ميزانيه عاليه، يعني الحل جدا سهل، يحتاج رئاسة الوزارات عالجه، حتى لو المبلغ كبير بالنسبه للهيئه التطبيعيه، انا اعتقد هذا اتحاد كره القدم يحتاج انه تكون عنده ميزانيه عاليه، يحتاج انه يدعم المنتخبات الوطنيه. طيب يعني سمعت تصريحات يعني استاذ محمد، بس نقطه مهمه اريد اضيفها. نعم. اسم الدوري العراقي، تسويق اسم الدوري ليش توقف؟ يعني سمعت طالبين مبلغ عالي 10 ملايين، ما اعرف ايش قد، يعني هيك شيء 10 ملايين دولار؟ أي 10 ملايين دولار. زين احنا ليش؟ زين حتى اذا سوقناه بخمسة او باربعة او بثلاثة بمليونين، انا حتى لو مليونين ما راح نعم هسه ليش هسه توقفت لحد هاي اللحظة؟ يعني شو وقت هسه وصلنا الدور السادس؟ صح لو لا؟ هذا راح يجيب مردود مادي، ليش تحصرون انه الازمة والمردود المادي بس على النقل التلفزيوني؟ ليش بهذا الوقت؟ انا هاي يعني هاي التساؤلات اللي نطرحها على الاخوة التطبيعية. انا بدي اسالك يعني موضوع، يعني تكلم الكابتن فريد انه يعني اتفقنا احنا جميعا على موضوع انه لازم اكو خطوات صحيحه نطبقها قبل ما ندخل في عالم الاحتراف والتسويق الصحيح. هل العراق الان بيئه، يعني هي البيئه اهم شيء، بيئه العمل اللي تعمل به، هل العراق بيئه يعني مناسبه للتطور والصعود؟ نجامل نجامل يعني على قولة كابتن فريد، يعني شنو نجامل؟ شنو اللي موجود، المثاليه اللي موجوده اللي عايشه احنا كمجتمع عراقي عايشين به، شنو كمؤسسات، شنو المثاليه اللي حتى نجي نسوق ونستثمر؟ وين هي الانديه تعاني من الاستثمار وهاي القضيه؟ يعني ايش حال يعني باقي المؤسسات؟ إذا احنا متفقين يعني احنا البيئه غير مناسبه، احنا مرتبطين، هي حلقه، هي حلقة، احنا جزء، احنا جزء من المجتمع، الوسط الرياضي جزء من مجتمع، يعني احنا مجتمع عراق، احنا يعني لا نتكلم من مثاليات ولا نقول احنا واحلام ورديه، احنا هذا واقع حالنا، واقع حالنا. طيب انا بس اريد اوضح نقطه
زميلي خيام، أنا شخصيا مع التطور، مع التسويق، مع الاحترام، الكل مع التطور، الكل حتى ما أكون متناقض، ممكن مرات في وسائل التواصل الاجتماعي أنت تكتب ولا مثالي حتى لا يكون طرحك هنا مختلف. أنا مع هاي الأمور يعني جملة وتفصيلا، لكن أنا عندي واقع لازم أتعايش فيه الواقع، ولازم هذا الواقع ما أهمله وأقول إنه أنا عايش، لا أنا عايش في أرض الأحلام، لا أنا عايش بالعراق. احتاج اتطور، احتاج الى خطوات واستراتيجيه يعني طويله بعيده مهمه. هسه انت بس استاذ فيام سؤال اسالك، هسه احنا استاذ محمد خلينا نكون واقعيين، هو اليوم انت يعني ولو مو موضوعنا بس احنا خاطر ان الشارع العراقي يعرف، اللي يشوف المعارك على اللجنه الاولمبيه انت تحس اكو تطور بكره بالمنظومه الرياضه بشكل عام؟ اخي يعني مجرد يعني مع احتراماتي لبعض الادارات وبعض الناس اللي تقود الرياضه، اولا بيئه غير صالحه، بيئه فاسده، كل الامور غير صالحه للرياضه العراقيه مو فقط كره القدم. الان الناس القائمين على هم رياضه غير رياضيين دخلاء على الرياضه، الان مجموعه اللي تتصدى للموضوع وتحكي وتتكلم بالنزاهه وبالوطنيه هم غير نزيهين، هم غير وطنيين. اليوم هاي المعارك والصراعات اللي تصير على الكراسي على اساس انه، لكن انت تقول لي اليوم انا كفريد مجيد انه اكو بعض الناس يجون يجاملون يقعدون معاك ومع خيام يجاملون لبعض مصالحهم الشخصيه، انه على مود استاذ خيام بلكي يجيبني اني ادرب، بلكي استاذ خيام يجيبني انه بلكي يجيبني يخليني انا وياه بالاداره. اخي من المعيب، ماكو اي بيئه صالحه للرياضه العراقيه، هذا جانب. الجانب الثاني كل الاخوان اللي عاملين على مستوى الرياضه وما فيهم النجوم، هسه ما اريد اقول الكل خاطر اظلم، اساءوا للرياضه العراقيه، اساءوا. الآن أنت تتكلم على بنية تحتية والبلد نهض بالبنية التحتية، أكو ملاعب بدأت في كرة القدم وترخصت رخصت لجنة التراخيص وهي غير صالحة حتى للتمرين، هذا جانب. الجانب الثاني أستاذ محمد، الجانب الثاني اليوم أنت متريد تقول أنه أنا اليوم أعيش في حالة احترافية، أو مثل ما وصف أخوي خيام إعلان صغير ترى لحق بالطلبة اليوم، هاي الأحلام الوردية، هاي الاحلام الورديه تتوقعها مثلا برشلونه، بريال مدريد، باسبانيا، بايطاليا. بس ممكن البعض يقول انتم متشائمين وما تقدرون تتطورون، بس احنا نعيش في الواقع، اتطور من الواقع اللي عندي. انا ممكن الخطوه من صفر الى واحد خل تاخذ لها خمس سنين ما يخالف، انا امنت بالله، بس ما اعيش بهاي الاحلام، ما اقول انا اليوم انا عندي دوري محترف، انا مو دوري محترف. محمد صارت شعارات، صارت شعارات صار خيام، يا دوري محترف وتعطيني نادي عنده ملعب، شنو الاحترام؟ اصلا لو علي 10 فرق ما اسوي الدوري صراحه. خلينا ناخذ ريلاكس شوي، نصير ناخذ هذا الاستطلاع للرياضيين ونرجع مره ثانيه نكمل الحديث. قبل موسم يعني كانت العراقيه الرياضيه اللي هي تنقل المباراه، كنت مستفاد كثير منها، يعني كل المباريات اللي ممكن العبها ويا الفرق انا اشاهدها وتعرض اكثر من مره، وممكن مرات اطلب من الاخوان بالعراقيه الرياضيه يعني يزودوني بقرص المباراه وحل المباراه، احلل المنافس مالتي قوته ضعفه الجوانب اللي يستغلها بالمباراه. لكن الان انت تشاهد يعني ما تعرف مباراه انك تريد تشاهدها، تدور القنوات ماكو، فانا اشوف يعني المفروض لازم تكون هناك يعني حسم لهذا الموضوع، يعني تاخذها العراقيه الرياضيه وهي ممكن تعطيها لبعض القنوات، لان الرياضه العراقيه تعتبر القناه الرسميه ان حتى يعني مو رياضيين، حتى العوائل العراقيه هي التابعه الرياضيه العراقيه. المفروض هي قناه العراقيه الرياضيه، هي قناه الوطن، هي كلها احنا كرياضيين حتى عوائلنا كرياضيه تتابع قناه العراقيه الرياضيه. احنا المفروض الدعم يكون من كل الدعم من كل الشركات وكل كذا، انه دعم تطبيعيه المفروض يصير للقناه العراقيه الرياضيه، لان هي قناه الوطن، احنا من باقي القناه العراقيه الرياضيه على مستوى الرياضه، او نحل الفرق البقيه على مستوى الرياضه، وتعودنا على العراقيه الرياضيه. نتمنى انه يكون حل لها باسرع وقت، يمكن قرار انه يكون نقل المباريات الدوري حصرا للعراقيه الرياضيه. يعني احنا الفريق الوحيد دنعاني من هاي المشكله، يعني احنا 6 مباريات منقوله ان لعبه واحده. يعني انا كلاعب، زملائي كلاعبين، لازم نثبت للعالم، نقول لهم شوفوا هذا نادي النجف، نادي يملك لاعبين على مستوى عالي. احنا طموحنا عندنا لاعبين طموح منتخب، وهذا شيء مفرح. المفروض انه يحسون على انفسهم. مباراتنا مع نفط ميسان يمكن انا سجلت الهدف،
الكل ناس تقول يعني هدف شرعي ما بيشي. احنا كلاعبين يعني احنا كلاعبين نتمنى من يعني من الناس تشوفنا احنا كلاعبين شنو اللي نقدمه. ما نعرف يوم فلان قناة يوم فلان قناة، نتمنى قناة الوطن قناة العراقية، نتمنى من الناس المسؤولين للاتحاد العراقي ان يعني تفض هاي الازمة، لان الكل متعودة على قناة العراقية لنقل مباريات الدوري، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى بعد احنا قضيناها بس تمني. طبعا هسه ممكن احنا كعاملين في القناة يعني نتهم انه احنا لازم ندافع عن القناة، وباعتبار احنا يعني هاي قناتنا وعاملين فيها وباب رزقنا، ولازم نقول انه الدوري العراقي رياضي، لكن نشوف الجمهور اللاعبين المدربين جميع الاوساط الرياضية تطالب انه الدوري يكون على العراقية الرياضية، لان سنين طويلة يعني يمكن من 2005 لحد الان 15 سنة هو الدوري على العراقية الرياضية، وبكل تفاصيله وكل الامور المحيطه به من جماهير وحكام وبرامج تحليليه وبرامج ترفيهيه ايضا للجمهور، كلها شادوها على العراقيه الرياضيه، وما خرجت لنا في القناه في هذه الفتره الا يمكن تجربه نادره كانت انه قدرت تغطي الدوري واستمرت حتى تقنع الجمهور انه الدوري ممكن يكون على العراقيه الرياضيه. وانا كانسان اعتبر خل اقول من يعني كلمه محايده، اتمنى هسه هناك قناه يعني تمتلك القدرة المالية على شراء الدوري ونقله وعمل دورة برامجية مرافقة للدوري، وخلت نقله ويكون الجمهور سعيد ومستانس على قولة الخليجيين، والله يرحم يعني اللي يقدم الخير للناس. لكن الواقع يقول ماكو قناة حاليا تقدر تقدم اللي تقدمه العراقية الرياضية، مع احترامنا أكيد وعيدها المرة الثانية كل القنوات محترمة، لكن هي قنوات متخصصة في أمور أخرى غير الرياضة. طبعا خيام يعني سابقا كنا نشكل على الاتحاد السابق في عدة مواضيع، ودخلنا في عملية تغيير كنا مستبشرين خير في هذا الموضوع تحت عنوان الإصلاح الرياضي، وقلنا اليوم ممكن الواقع يتغير، لكن بقت بعض الأمور اللي أشكلنا عليها الاتحاد السابق بقت ما زالت لحد الآن موجودة، وإن كانت هي فترة انتقالية وما ممكن الحكم، لكن أنا من أرد أجي صحح لازم أتعلم من أخطاء غيري. الجواب على سؤالك هذا هو في من سطرين. نعم. عفوا، الإصلاح بالواقع الرياضي والواقع الكروي ومن يطلق هذه الكلمة للأسف هي كذب، إصلاح ماكو. ليش؟ الواقع اللي يريد يطلق هاي كلمة الإصلاح يريد يتسلق على مصلحة الكرة العراقية، مصلحة الرياضة العراقية ومصلحة الكرة العراقية، لأن ما نشاهد إصلاح لغاية الآن، رغم أنه بعض الأمور، لأن أكو أمور بالخفاء ربما غير اللي غير الشعارات، الإصلاح شعارات لم تطبق في العراق وفي الرياضة العراقية وفي واقع الكروي بالتحديد لغاية الآن، إصلاح كذبة. كابتن فريد، ممكن احنا يعني كمجتمع عراقي ومختلف الأوساط نعمل يعني نتكلم أكثر مما نعمل. يعني أنا بس خلي أعقب على كلامك. نعم. وكلام الإخوان، إذا تسألني يشهد الله علي أنه أريد ان الدوري العراقي ينقل على القناه العراقيه قناه الوطن، وانا متابع لهذه القناه، ولي الشرف انهم اكون ضيف في هذا القناه، واعتقد هذه القناه سبق وان يعني دعمتني كلاعب واليوم كمدرب وكل الاخوان العاملين باعتبار انه هاي القناه هي العراق الحقيقي. لكن من جانب ثاني انه لازم احد الاخوان يذكر انه لازم تنقل، لا، احنا اليوم اذا نتكلم بالعمل والمردود المالي باللازم ما يكون. اليوم أنا أتعامل اليوم الشركة والتطبيعية تتعامل مع، قلت لك، مع مردود أكيد. مع بزنس. اليوم ماكو باللازم أنه لازم أتعاقد مع هو ماكو شيء إجباري، ماكو لازم، لكن مع مراعاة. اليوم الجمهور العراقي وين رايح؟ على القناة العراقية؟ المدربين الفنيين الناس اللي تستفاد في هذا المجال وين رايحين؟ تسويق لاعبيني وين؟ من خلال يا قناة. الاحتراف اللي يصب مصلحة لاعبين ودعم المنتخب الوطني من خلال يا قناة. كل هذا يصف مصلحة من؟ مصلحة القناة. اليوم احنا نعيش بحالة جيدة؟ لا، لازم الهيئة التطبيعية تساعد مع القناة العراقية وتكون داعم، وهذا الأمر يكون متعاون ما بين الطرفين. هذا جانب. اليوم الكل يعني سؤالك المفردة اللي يستخدموها هي الإصلاح والأمور اللي نعيشها داخل البلد، أنا أعتقد هاي مفردة استهلكت عندنا احنا صراحة. نعم. باعتبار انه اكثر الناس اللي يطلبون الاصلاح هم فاسدين. هسه ما اريد اقول الكل،
يعني الأغلب هو مجرد أنه يريد يا أصلا حتى تتكلم اليوم معارك أمام الملء طاقات وخامات رياضية وغير رياضية تذابح أمام الملء بالتلفزيون يعرضونها. اليوم أنا لو شخص محترم نفسي واليوم أريد أقدم البلدي من أي موقع حسة اليوم من خلال مقدم برنامج تقدر بمفردة بكلمة تقدم إلى بلدك. اليوم أنا من خلال مدرب فني أقدر أقدم إلى بلدي كإعلامي أقدم إلى بلدي. أما المفردة اللي تستخدمونها بالإصلاح اليوم أنتم مجموعة من الفاسدين جيت تدخلون وتصعدون على الناس الرياضيين. سببها منو؟ سببها الرياضيين هم اللي دلوا هاي الناس على هذا الدرب ودخلوهم. ليش؟ لأن قسم من الرياضيين قسم ما اريد اقول الكل قسم من عندهم هم اصلا فاسدين لذلك يستخدمون هاي المفرده مع الناس الفاسده دغدغت مشاعر الجمهور. بالضبط. اليوم الجمهور ما يعبر عليه شيء. اليوم انت من تتكلم اليوم انت ما ممكن مثلا اليوم انا اسمع يعني مثلا وزير على مستوى الرياضة ما أقصد عدنان درجال عدنان بعيد جدا عن الفساد وأنا أقسم عنه. اليوم أنا أشكر وزير اللي قدمني مثلا للاعب رياضي أو إجا حضر لمناسبة لا على شنو شكرا واجبة وغصبا عليه هذا وزير يجي يخدمني كرياضي. اليوم أنت وزير تعيش على مجال السياسي أنه تخدمني أنا. اليوم هاي الشعارات والمفردات اللي تستخدموها تقدرون تستخدموها بغير مجالات. أما بالنسبة لمجال الرياضة أنا أعتقد أنتم مكشوفين. أصبحت مكشوفة. مكشوفة. لذلك الجمهور الرياضي العراقي نعم. اللي صراحة اللي نعرفه جمهور نظيف نزيه محب وعاشق لكرة القدم. والدليل من خلال استطلاعات مالتكم اليوم هو يقول لك قاعد أنا أتنفس كرة القدم. لا تحرمون من هذا التنفس. إضافة إلى هذا أكو نقطة جدا إيجابية. يحتاج رئيس الوزراء يتدخل بها. اليوم انت بما انه قاعد نفقد ناس اعزاء علينا من وباء كورونا اليوم خاطر انت تخلي اكثر عدد من الناس يقعدون بالبيوت عليك ان تنقل بطولة الدوري وبتوقيتات مختلفة. تخلي حتى التوقيتات 4 مباريات 5 باليوم مو مشكلة. ليش تجبر الانسان العراقي انه يقعد بالبيت؟ صحيح. من قاعد بالبيت انت علق نسبة الامراض في كورونا انه يعني نحن كل واقعين استاذ لازم نكون واقعين. شنو اللي قدموه بفترة كورونا وباء كورونا وأنا أسمع خلية الأزمة وأنا أسمع خلية ما أعرف شنو يا أخي هم ذول كلهم اللي ذكرناهم هم أزمة البلد. صحيح. طيب الحين الوقت داركنا يعني كلمة أخيرة ورأيك بحل هذا الموضوع. طبعا كلمة أخيرة أولا أقدم للهيئة التطبيعية أقول باعتبار أنتم الهيئة التطبيعية على الأقل أنه ماشيين عندكم بعض الخطوات جيدة ومدحنا بها مثل مسابقة الدوري إن شاء الله وخليتوا أن الدوري بدون تراجع كان عندكم قرار جيد. عليكم أن تساعدون مع القناة العراقية الرياضية ومع ذلك صراحة بما أنه إحنا قاعدين لنجا من القناة العراقية الرياضية نعم. قناة الوطن وقناتنا هاي نحتز بها وإحنا أنا قلت لك على نفسي أسا ما أريد أحكي بلسان الآخرين أنا أقول للهيئة التطبيعية أنا مع احتراماتي كل باقي القنوات أنا أريد أشاهد الدوري العراقي على القناة الرياضية لكن هم أنتم لا تصيرون بخلاء المردود المالي. عليكم أن تدعمون الهيئة التطبيعية لأن عندها منتخبات عندها مشاركات عندها موظفين. الآن البلد يعيش في فترة يعني فترة اقتصادية فترة مالية شديد سموها صراحة يحتاج أنه نتعاون بيناته تدخل الناس الطيبة والخيرة لحل هاي المشكلة. نعم خيام. كلمة الأخيرة هي رسالة للسيد الكاظمي إلى معالي رئيس الوزراء. جماهير الرياضية تغلي ربما ستكون هناك ثورة تشرين رياضية. أتمنى أن يتدخل من أجل إيجاد حل وعودة المتعة للجماهير الرياضية. نعم هنالك تعليمات قلية الأزمة لا تسمح بدخول الجمهور لكن أتمنى أن يتدخل من أجل حل هذه القضية. مولات متروسه تناقض هذا بغض النظر احنا قاعد نروح للمولات هسه احنا بدنا نمشي على التطبيعيه لا انت كلامك انا قصدي انت ما ممكن انت اليوم ما تريد الجمهور العراقي مثلا يدخل لمباراه وانت تروح انت تروح مثلا المول من المولات وتلقى حال الجمهور قبل اسبوع حفله بمول بالمنصور حفله نجم عربي بغض النظر ما يخالف هسه ملاعب التطبيعيه يقول لك انا ملتزم بتعليمات خليه الازمه نتمنى حل موضوع النقل التلفزيوني. نعم. هاي رسالتي الى معالي رئيس الوزراء. هم أزمة على البلد. طيب انا يعني شاكر حضوركم ويعني تعبناكم ويانا لكن هاي قناتكم وقناة كل العراقيين وان شاء الله دائما احنا يعني مو نستهدف اشخاص معينين لكن هي منظومة عمل احنا قلنا بداية الحديث انه الاخطاء كانت بينا حتى
شكرا لك استاذ محمد حقيقه، شكرا كل الاخوان للجمهور، واتمنى مره ثانيه من الهيئه التطبيعيه تساعد هاي القناه قناه الوطن اللي صراحه انه من خلالها على الاقل احنا كفنيين شباب انه نستفاد من خلال مباراه كره القدم ان شاء الله. وشكرا اكبر لكم احبتي المشاهدين لمتابعتنا من خلال دقائق الساعه الماضيه، ان شاء الله تحل هذه الازمه، ومثل ما وجهوا الاخوه ضيوفي الموضوع يعني نتمنى ان كل الاطراف تساعد وتتضافر الجهود حتى نقدم الدوري من على شاشتنا، لان جمهورنا يستحق ان يتابع مباراه الدوري من على شاشه العراقيه الرياضيه. نلتقيكم ان شاء الله في مناسبات قادمه، حتى ذلك الحين ابقوا في امان وفي امان الله.